الكريسماس فيه بنتين اخوات بيلعبوا بالعجل في الغابة في انجلترا، واحدة اسمها ماكنزي والتانية اسمها ديزي. ماكنزي سابت اختها ديزي وراحت تجيب حاجة وهترجع لها تاني، بس فجأة ديزي سمعت صوت غريب حواليها وصخور غريبة وبوابة سودة اتفتحت من وراها وخرج منها حاجة غريبة وخطفتها ومحدش لقاها خالص. وبعد سنين كتيرة في احد الغابات في انجلترا في الكريسماس برضو في واحدة اسمها جو رايحة مع اختها سام لبيت معزول في الغابة الثلجية للاحتفال مع اصدقائهم، وفيه برضو العجوز ماركوس ومراته انيتا رايحين برضو هناك للاحتفال وهيخففوا عن صديقتهم اللي ابوها مات من شهرين بسبب السرطان. وصلوا للبيت واكيد مفيش اي شبكة محمول هنا شغالة، وبتظهر صديقتهم اللي ابوها مات من شهرين وهي ماكنزي الطفلة بعد ما كبرت اللي اختها ديزي اختفت من الاول، وجو معها اسلحة عشان لو حبوا يصطادوا حاجة هنا وهي بتعرف تستخدمهم. اول لما دخلوا البيت يلاقوا حبيب صديقتهم ماكنزي واسمه هوجو، مصمم ازياء مغمور وبيحلم بالشهرة والاجواء هادية في المكان. وماركوس علاقته مع مراته انيتا وحشة ومش قادر ينفصل عنها لانه بيخاف منها، وسام عندها عقدة من السراير والكنب ودي حاجة غريبة شوية، والليل حل عليهم وكلهم قاعدين مبسوطين بيفكروا في الماضي وذكرياته الجميلة منها الوحش ومنها الحلو اكيد، ومش عارفين مستقبلهم هيبقى ازاي. وانيتا هي ساحرة بالوراثة من عيلتها من غانا في افريقيا، وبتقول انها بتخاف من شيطان زمان اسمه انانسي عنده قدرة في التشكل في شكل البشر، وهي بتحاول تقنع نفسها انه خيال مش حقيقة. خرج ماركوس يجيب خشب للنار في البيت وحس بحركة حد حواليه وصوت بيهمس بس ما يهتمش، وراحت انيتا تحاول تمارس بعض طقوس السحر على ماكنزي وتجرب حظها، والكل مترقب للنتيجة بتاعت السحر، بس السحر فشل لان ماكنزي بالها مش رايق ومش عارفة تسترخي، وتقول لهم انيتا هنحاول من تاني لما ماكنزي تهدى شوية يمكن تعرف تتواصل مع اختها ديزي المخطوفة. مكملين احتفال وكلهم مبسوطين ومش عارفين اللي مستنيهم، وراح هوجو مصمم الازياء يديهم هدايا الكريسماس وهي نماذج لمنتجات هو عملها عايز ياخد رأيهم فيها، وهو عنده امل انه هينجح وهيعيش حياة سعيدة بعد الكريسماس. والليل اشتد عليهم والاجواء هادية في الليلة اللي قبل الكريسماس، وراح هوجو لحبيبته ماكنزي ويحاول يخفف عنها وانه عارف انها حزينة من جواها على موت ابوها ولسه لحد دلوقتي بتفكر في اختفاء اختها ديزي وحسرت امها وموتها حزنا على اختفاء اختها. ويوعد هوجو ماكنزي انهم مش هينفصلوا عن بعض وهيعيشوا مع بعض للابد. حست ماكنزي بالنوم وقرر هوجو يتمشى في الغابة شوية وحس بحركة غريبة زي ماركوس ونفس الصوت الغريب كمان، وفجأة الصوت تحول من صوت ضعيف لصوت اقوى شوية، وفجأة يلمح كيان غامض قدامه وفجأة فقد السيطرة عن نفسه وقعد يعيط وحس بالاختناق ومات، واللي بيخاف منه هو انه يموت وحيد وده اللي حصل. الصبح صحيت حبيبته ماكنزي ولاحظت انه مش موجود، فتقول اكيد بيجيب حاجة وجاي، ويظهر لهم حارس الغابة وصاحب البيت كمان اللي مأجرينه اسمه موسلي بيعزي ماكنزي على موت ابوها وبيتمنى ليهم انهم يستمتعوا بليلة الكريسماس، وهو نشر البؤس عليهم على الصبح بذكرى والد ماكنزي الميت ويودعهم ويمشوا. اصدقاء ماكنزي انصدموا لما عرفوا ان ابوها مات بسبب السرطان، وهي خبت عليهم وكمان اختها المختفية ديزي ما كانوش يعرفوا عنها حاجة. وانيتا بتدور على هوجو لقت هدومه لسه موجودة وهو اتأخر خالص عليهم، فلو هو مشي مثلا فليه ساب هدومه هنا وكلهم قلقوا عليه، والحل انهم يدوروا عليه وهم مش عارفين انه خلاص مات. انقسموا عن بعض عشان يلاقوه اسرع، وراحت جو وسامانسا وماكنزي مع بعض وملاقوش اي اثر ليه خالص في الغابة، وراحت انيتا وماركوس مع بعض يدوروا عليه بالعربية اسرع ويغطوا اماكن كتيرة في الغابة كمان، بس فجأة العربية عطلت وكده هيضطروا يرجعوا البيت على رجلهم وهم برضو ملاقوش هوجو. رجعوا للبيت المعزول اللي مازال فيه الكيان الغامض مراقبهم مستني الليل يحل عليهم.
وهم في البيت قلقانين على هوجو، ويلاقوا فجأة جو بتنادي عليهم، وده لأنها لقت ملابس هوجو مرمية على الأرض، وده دليل إن في حد هنا. هل هوجو مثلا رمى هدومه على الأرض؟ طب ليه؟ وبعد تدوير في كل مكان في البيت برضو ملاقوش حاجة. بس ماكنزي تتصدم لما تلاقي الكورة بتاعت أختها ديزي المختفية موجودة، ومن هنا مش عارفة ماكنزي ليه الكورة دي رجعت. هل أختها كمان رجعت مثلا؟ وهل هوجو اختفى زيها مثلا ولا ايه؟ ومن هنا بسبب التوتر تنصحهم انيتا الساحرة بالوراثة انهم يعملوا جلسة تواصل مع الارواح، ويفتكروا كمان الذكريات الماضية بتاعت ماكنزي عن طريق كورة ديزي عشان يعرفوا هل هي رجعت مثلا من الاختفاء بعد سنين، وهل هوجو كمان مختفي ولا لا. وبدأت جلسة التواصل، وتطلب انيتا من ماكنزي تسترخي على الاخر عشان الجلسة تنجح. وحست ماكنزي بالهدوء بسبب كلام انيتا المطمئن، وشافت ماكنزي الصخور الغريبة والعجل بتاع اختها وبتاعها هي كمان، وكمان لقت اختها وهي بتلعب، ومن ساعة ما استخبت في ظهر الصخور دي هي اختفت. وحس انيتا ان الصخور دي اكيد هي الصخور طقوس شيطانية خافت ديزي، بس هل هيقدروا يرجعوها؟ وفجأة حسوا بصوت العربية جامد برة، ولما راحوا يتأكدوا لقوا ان في حد بوظ لهم كاوتشات العربية، وكده هم محبوسين هنا لان عربية ماركوس عطلانة، وخدت جو سلاحها للدفاع، وكمان التليفونات الارضية عطلانة، وكده هم معزولين في البيت المعزول وسط الغابة. وماكنزي في الحمام تلاقي شكلها غريب في المراية وعينها سودة فتخاف، وكل ده طلع تخيل. ولما حكت لانيتا بخصوص الصورة الغريبة بتاعتها تقول لها اكيد انت بتهلوسي بسبب جلسة الذكريات والتواصل اللي احنا عملناها. وفجأة يلاقوا جو بتنادي عليهم انها هي وماركوس لقوا جثة هوجو ميت مخنوق، والوضع بقى صعب جدا ومش عارفين فيه ايه، والتليفونات المحمولة عطلانة برضو. ويقول ماركوس احنا ما عندناش غير حلين، لا نخرج بالاسلحة من هنا لاقرب قرية ونكلم الشرطة وده هنعمله على رجلينا، او نستنى هنا لحد الصبح، واعتقد الشخص الغامض برا البيت هيصطادنا لان احنا هنكون محبوسين جوه. الكل خايف وقرروا يستنوا هنا في البيت لحد الصبح، وعلى الاقل معهم سلاح وكهرباء هيدافعوا بيها عن نفسهم ضد الشخص الغامض اللي قتل هوجو، وهم مش عارفين هيقدروا عليه ولا لا. وماكنزي في البيت سمعت صوت بيهمس لها من غرفة هوجو ومصدره الدولاب، ولما تفتحه تلاقيه حي ومربوط، ولما تحاول تفكه يقول لها صحابك هم جماعة بلطجية وهيموتونا، هم اللي عملوا فيا كده، انت لازم تاخدي من جو السلاح وتحمي نفسك منهم، وانا مش هقدر انزل معاكي لا يكتشفوا انك عرفتي خطتهم الاجرامية. ونفذت الخطة وراحت للسلاح وجو مش جنبه، وتثبتها بالسلاح هي وكل اصحابها، وهم بيقولوا لها هوجو ايه اللي احنا خطفناه؟ ده ميت في المطبخ وجثته موجودة، روحي تأكدي بنفسك، انت عندك اضطراب بسبب جلسة الذكريات. ولما راحت تتأكد لقت جثة هوجو فعلا ميت، والطاولة ارتفعت لوحدها في الهواء، وتأكدت ان فيه قوة خارقة هنا في البيت وهوجو اللي في الدولاب مش بجد. فراحوا معاها لمكان هوجو المزيف، وفجأة يلاقوا النور قطع وانفصلت عنهم سمانسا، وسمعت صوت من اللابتوب بتاعها، ولما تروح تشوف فيه ايه السرير اللي خايفة منه اتقفل عليها، ولما حاولوا ينقذوها يكونوا اتأخروا جدا وهي ماتت، ومش عارفين يعملوا ايه ولازم يخرجوا من هنا. ولكن فجأة تشوف انيتا الشيطان انانسي اللي بتخاف منه، فتجري بسرعة وما قدرتش تضربه بالنار، بس انانسي كان مجرد تخيل وكانت هتضرب نار على جوزها ماركوس وهي مش واخدة بالها، وسابتهم وراحت تستخبى ومعاها سكينة للدفاع، ولكنها مستحيل تنقذها. الشيطان انانسي ظهر وخلص عليها، وسمع ماركوس صوت صراخها، ولما راح يتأكد اكتشف انها ماتت، وسمعت ماكنزي صوت من القبو المقفول في البيت المعزول، ولما تروح تشوف فيه ايه تلاقي باب احمر وتفتحه، وتتصدم لما تلاقي اختها ديزي موجودة وحية كمان، وبتقول لها ان فيه كيان غامض قبض عليها وحبسها هنا. مش عارفة ماكنزي هل اختها بجد ولا لا، وشمعنا لقوها هنا في قبو البيت ده بالذات، وشكل ديزي خايفة جدا. سمعت جو صوت غريب من غرفتها وهي بتخاف من الساحرات الشريرات، ولما تدخل غرفتها تلاقي مفاجأة.
ساحرة شريرة قدامها سحرت لها وخلتها تطلع من فمها زراير كتير وماتت مخنوقة، وكده مش باقي غير ماكنزي وماركوس وبس. وماكنزي مع اختها ديزي تحاول تذكرها بذكريات الماضي عشان تتأكد هل هي بجد ولا لأ، بس فجأة تتأكد انها شيطان وتحاول تهجم عليها. ولما تيجي ماكنزي تضربها تلاقيها انها مجرد دمية عادية مش اكتر، والشيطان مسيطر عليها وتهرب بسرعة. تحاول تخرج من هنا وتلاقي ماركوس قدامها، ولما يحاولوا يهربوا تحصل مفاجأة. هوجو والشيطان مسيطر عليه محاصرهم من الباب بتاع الخروج، فجريوا لغرفة تانية للاحتماء، بس فجأة يلاقي ماركوس مراته الشيطان تحكم فيها، وده بسبب انه بيخاف منها، فخلى ماكنزي تهرب وراح يحارب انيتا مراته. قدر يقتلها هو، وماكنزي بتهرب في الغابة الضلمة ومش عارفة تروح فين، وعمالة تنادي على ديزي اختها وتطلب منها تحاول توقف اللي بيحصل ده، بس الشيطان اللي بيعمل كده مش اختها. ولقت ماركوس قدامها ويقعد يفكرها بذكريات عاشوها مع بعض عشان تتأكد انه بجد مش شيطان، بس المشكلة ان ماكنزي اللي قدامه هي اللي مزيفة والشيطان اصلا وخلته يقتل نفسه. وماكنزي الحقيقية ماشية تلاقي عجلتها هي واختها زمان واختها موجودة، بس والشيطان مسيطر عليها. خافت منها ماكنزي وجريت لقت عربية الراجل العجوز موسلي واعتقدت انها في امان، بس المشكلة ان موسلي بيعبد الشيطان وخطفها وراح يشيل كل الجثث من اماكنها ويجمعها في مكان واحد، حتى الهدوم بتاعت ماكنزي واصحابها، ونظف البيت، وده لانه بيقدم تضحيات كتيرة للشيطان ده اللي بيحب البشر في كل كريسماس، وده ظاهر من الاف الشنط لناس هو سلمهم ليه. وموسلي بيستفيد بالفلوس من اغراض الضحايا السمينة زي الذهب والعربيات. وتصحى ماكنزي تلاقي نفسها محبوسة في صندوق وكل اصحابها جثثهم حواليها، وهي دلوقتي في وسط الصخور الشيطانية اللي بسببها اختها اتخطفت، وموسلي هيولع فيهم للتخلص من الجثث. وهو بيفكر بكل هدوء يختار ويستدرج مين للبيت المعزول بتاعه في وسط الغابة عشان يسلمه للشيطان كتضحية اللي هو بيعبده. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص.